الصيدلية المتنقلة، ما شاء الله. صيدلية متنقلة، الصيدلية فيها أنواع من الأدوية لكل مرض لكل داء دواءه كما هو معلوم. إنسان ارتكب ذنبا معصية الآن صغيرة أو كبيرة لا يناسبه مناجاة المريدين أو مناجاة المحبين، هو الآن يعيش حالة البعد، تناسبه مناجاة التائبين. إنسان رب العالمين أنعم عليه نعمة متميزة في دين أو في دنيا تناسبه مناجاة الشاكرين مثلا، وقمة الوجد والحب والتوجه إلى الله عز وجل تناسبه مناجاة المريدين مثلا، فيها كلمات حبية وعاطفية قوية جدا. فعليه المناجيات الـ15 كألوان متعددة وأدوية متعددة لأمراض مختلفة. وهنا اسمحوا لي بتعليق بين هلالين بين قوسين، مناجيات إمامنا زين العابدين فيها حرقة خاصة وفيها طعم متميز. ليالي شهر رمضان، أهم ما في شهر رمضان من دعاء هي مناجاة دعاء أبو حمزة الثمالي، طبعا هو دعاء إمامنا زين العابدين، ولكن رواه أبو حمزة هنيا له. دعاء كميل أمير المؤمنين رواه كميل هنيا له كناقل. أقول بأنه والله العالم كما أن أباه عوض من قتله، أن الأئمة من ذريته والشفاء في تربته والإجابة تحت قبته، كأن الله عز وجل شاء أن يجعل في مناجاة إمامنا زين العابدين حرقة خاصة، فيها حرقة خاصة. وأعتقد أن هذا كعوض عما عاناه إمامنا زين العابدين في كربلاء وفي الشام وفي المدينة من أنواع المآسي والمحن. قبل الدخول شيخنا الفاضل في البرنامج وشرح المناجاة الأولى، مبدئيا وقبل الشروع في جولة في المناجاة الـ15، أود أن أسأل عن الخصوصية في هذه المناجاة. نعم. المناجاة الأولى التي لا يستغني عنها كل سالك لهذا الطريق. نعم. حقيقة الأمر أنه الإنسان مهما بلغ غير المعصوم، يعني لا بد أن يزل زلة. هذه الزلة إما متمثلة بالكبائر أجارنا الله منها، كبائر المعاصي، وعلى رأسها الكبيرة التي نرتكبها تقريبا جميعا من دون أن نشعر، ألا وهي الغيبة، مذكور في الرسالة العملية. من بعد الكبائر هنالك الصغائر، كالنظر إلى أجنبية بشهوة أو بريبة، هذه من الصغائر. البعض يقول أنا بحمد الله لست مرتكبا لا لكبيرة ولا لصغيرة، أمج الحرام مجا. حقيقة يصل العبد إلى درجة الحرام في ذائقته كالقاذورة في ذائقة البشر، ليس هنالك عاقل يقال له لا تأكل القاذورات والحشرات مثلا، طبعه لا يميل. يصل العبد بعد فترة من المجاهدة والرياضة الباطنية إلى درجة حقيقة يرى الحرام ممجوجا، لا من باب الزجر والنهي الإلهي، يعني طعام غير مذكى، أشهى أنواع الطعام عندما يراه يعني يتقزز من هذا الطعام. المرأة الأجنبية المتهتكة غير المحرم عليه يراها امرأة حقيقة قبيحة لا يمكن أن يميل إليها. إذن كيف يستغفر التائب؟ إذن هذا الإنسان لا يحتاج إلى مناجاة التائبين. الجواب يحتاج. لما؟ لفرط الغفلات في المناجاة الشعبانية لتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. أمير المؤمنين يعبر عن الغفلة بالأوساخ. إنسان يجلس في سمر، في سهر، في سمر، في غير شهر رمضان إلى الصباح يضحك ويمرح ولا يقول حراما، هذه الجلسة لا تناسب زي العبودية. ولهذا من المناسب بعد انتهاء كذا جلسة أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا العمر أفناه في ماذا؟ يسأل العبد عن شبابه فيما أبلاه، وفي عمره فيما نعم صرفه يعني. فإذا المؤمن ورده ديدنه هو في الواقع الاستغفار المتواصل. واسمحوا لي هذه الليلة، الليلة مباركة، أول شهر رمضان المبارك، نحن عندما نقول استغفروا الإنسان ينسى، يقول أنا الآن لم أرتكب معصية بأي مناسبة.
أنا دائما أقول للإخوان اربطوا الأذكار بالمناسبات. رحم الله بعض علمائنا السلف يقول يعني اربط دعاء الفرج بالأذى، كلما قال الله أكبر قل اللهم كن لوليك، عندما ينزل المطر مثلا أدعو بدعاء الفرج وهكذا. بالنسبة للاستغفار أنا أطرح الليلة وكاقتراح دعاء وهو مأثور دعاء الاستغفار بعد صلاة العصر، التزموا بها 70 مرة، وأنت تصلي وترجع للمنزل أو للعمل استغفر الله 70 مرة في كل يوم، يعني اربط الاستغفار مع تعقيب صلاة العصر، وهكذا في جوف الليل. وأنا الليلة أقول لإخواني بحق هذا الإمام عليكم، من لم يصلي صلاة الليل طوال السنة يقول أنا في حال نوم، ما الذي يوقظني؟ أغلب الصائمين إما يسهرون إلى الصباح وإما يستيقظون للصلاة لأكل طعام السحور. أقول كما تعطيك للبدن لقيمات يقمن صلبك، لماذا لا تعطي للروح هذه الصلاة، صلاة نافلة الليل من الليلة 30 ليلة، لو التزمت بنافلة الليل وأضفت إليها 10 من شهر شوال تلك 40 كاملة. يرجى أن تكون من المقيمين لصلاة الليل طوال العام. هذه الليلة نعاهد الله عز وجل، نعاهد نطلب منه ببركة الرضا عليه السلام أن يعيننا. ولهذا النبي يقول لأمير المؤمنين عليك بصلاة الليل، ثم يقول اللهم أعنه، يعني أعنه على قيام الليل. وأنا أقول الليلة اللهم أعنا على قيام الليل كما تحب وترضى. شكرا جزيلا شيخنا. نذهب إلى فقرة ثم نعود لنكمل البرنامج. مشاهدين الأفاضل، اقتراح جيد من فضيلة الشيخ الأستاذ حبيب الكاظمي. لا أقل العبد في هذه الأيام في أكثر الليالي في الواقع يكون مستيقظ حتى صلاة الصبح، يستفيد من هذه الفرصة لأداء صلاة الليل. مشاهدين الأفاضل، نذهب إلى فقرة ثم نعود لإكمال البرنامج، فابقوا معنا. مشاهدين الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، شهر التوبة، شهر المغفرة، أن يغفر ذنوبنا جميعا ما ظهر منها وما بطن. مشاهدين الأفاضل، ما زلنا مع فضيلة الأستاذ الشيخ حبيب الكاظمي وتفسير المناجات الأولى للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، مناجات التائبين. وأما فضيلة الشيخ، قد يخطر في بال المشاهد أو من يقرأ هذه المناجات سؤال، ما هي العلاقة بين لبس ثوب الخطايا وبين المذلة والهوان؟ نعم. فهل المعصية توجب المذلة في الدنيا قبل الآخرة؟ أحسنتم، سؤال في محله. الإمام عندما يتكلم هو كلامه عين الحكمة، وهنا أقول للإخوة كلمة، لا تتعاملوا مع أدعية أهل البيت تعاملكم مع الدعاء المجرد، هو دعاء بلا ريب، ولكن اجعلوا الدعاء أيضا محطة للتدبر والتأمل. دعاء الصباح كم فيها من المضامين التوحيدية، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، يا من قرب من خطرات الظنون إلى آخره. هذه مضامين بحاجة إلى حقيقة بحث وشرح. رحم الله صاحب كتاب رياض السالكين المرحوم المدني، له كتاب قيم في شرح الصحيفة السجادية. أقول من المناسب أن نحول الدعاء أما قبل الدعاء أو بعد الدعاء إلى مادة للتأمل. الإمام ما قال في أول الدعاء في أول مناجاته ألبستني الخطايا مثلا ثوب النيران سرابيل القطران، مناجات عفوك عفوك قبل سرابيل القطران، ما ذكر الإنسان بالنار، ذكره بالهوان في الدنيا وفي الآخرة أيضا ثوب المذلة. حقيقة الإنسان إذا كان على فطرة سليمة بعد كل معصية يحتقر نفسه. تأتيني رسائل كثيرة، كثير من الإخوة والأخوات يقولون بعد المعصية مباشرة تأتينا حالة من الندامة، احتقار الذات، والبعض يجلد نفسه، يضرب نفسه، يقول أشمئز من نفسي.
وقد يعني يصل البعض إلى مرحلة الانتحار أصلا، يقول ما هذه الدنيا وحياتي كما يقال خير من مماتي خير من حياتي. فإذا طبعا هذا المعنى يعني مع احتراف المعصية وتكرر المعصية هذه الحالة اتفاقا تزول، يعني يصل العبد إلى درجة لا يرى هذا القبح في الحرام. كلامنا في الإنسان السوي سوي الفطرة يعني حقيقة يحتقر ذاته، يعيش حالة المذلة. وثانيا رب العالمين بالمرصاد يمهل ولا يهمل. لكن نعم وفي حديث قدسي ولأقطعن أمل كل مؤمل غيري ولأكسونه ثوب المذلة، يعني رب العالمين أيضا له دوره، له يعني فاعليته، له حاكميته. الإنسان عندما يرتكب المعصية رب العالمين يضيق عليه من كافة الجهات، ويكفي قوله تعالى لسنا الآن في مقام الحديث الشاعري أو التخويفي، القرآن بآية صريحة واضحة لا لبس فيها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. كن غربيا كن شرقيا كن ثريا كن فقيرا. نعم الآن ولهذا في بلاد الغرب قبل كم يوم سمعت إحصائية أن أكثر البلدان فيها نسبة الانتحار دولة متقدمة جدا باسم اليابان. هذا التقدم التكنولوجي الهائل أكثر الدول انتحارا، لأن الإنسان يصل إلى مرحلة لا يرى خيرا في حياته. مثالية في الصناعة والتطبيق. نعم ولكن هذا لا يغني لا يسد، بينما نرى أنا أدخل في بيوت بعض الفقراء ترى الابتسامة على وجوههم وهو في أدنى درجات الفقر. فإذا نعم فإذا الذي يرتكب المعصية أولا يعني عدوه باطنه، هو أصلا يعيش وخز الضمير كما يقال. وخز الضمير، الضمير جزء من الإنسان. أضف إلى أن الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع وتعز من وتذل من تشاء. رب العالمين إذا أراد أن يذلك يذلك بأي طريق هو يراه. فإذا من آثار المعصية في الدنيا الإحساس بالحقارة الذاتية، وثم تسليط الغير. نعم ليبلو بعض، نعم رب العالمين يبلو البعض بالبعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إذن رب العالمين قد يسلط عليك من يذلك مقابل ما قمت به من المعصية. في داخل المجتمع شيخنا الفاضل كيف نعبر عن هذا الكلام؟ يعني نقول للمجتمع من يريد العزة فاتفاقا تذكرت رواية لطيفة، من أراد العزة فليطع العزيز. تريد العزة أطع العزيز، العزة لله جميعا. فإذا الناس عادة يبحثون عن السعادة والراحة والأمور المريحة في الدنيا، نقول طريقه سبيله ما نقوله نحن طبعا بما في القرآن في الكتاب والسنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو الطريق المنحصر، وألا في اللغة العربية أداة تنبيه، بذكر الله تقديم ما حقه التأخير. تطمئن فعل الاستمرارية يدل على التجدد، والقلوب جمع محلى بأل، البلاغة يقولون الجمع المحلى بأل يفيد العموم. إذن ما بقي شيء من أدوات التأكيد إلا في هذه الآية. مع كل هذا نعم بعض المسلمين، وتذكرت دولة مثلا من دول العالم، تلك الدولة ليست دولة إسلامية، ممكن أن لا نستبعد من وجود الانحراف أو وجود الانتحار كذا، أما في بعض الدول الإسلامية المعتقدة والمقيدة أيضا نجد الانحراف والانتحار، ولعله في هذه الأيام. طبعا هو الإسلام كاسم لا يحصن. صحيح الإمام الرضا عليه السلام فدته نفوسنا قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل، ما قال من قالها، ما قال قل لا إله إلا الله، فمن دخل حصني أمن من عذابي وأمن عذابي. الدخول في حصن التوحيد وفي حصن الولاية بحاجة إلى خطوات عملية، ليس مجرد الدعوة والتلفظ. يعني شيخنا الفاضل الإنسان يحتاج دائما إلى أن يذكر نفسه طبعا من خلال قراءة القرآن، من خلال قراءة الأدعية والأحاديث، من خلال الحضور عند مجالس العلماء واللقاء بالعلماء إن شاء الله.
شيخنا الفاضل، حتى نكمل البرنامج أيضا نذهب إلى فقرة ثم نعود مع فضيلتكم. مشاهدينا الأفاضل والأكارم، نذهب إلى فقرة فابقوا معنا. مشاهدينا الأفاضل، عدنا وإياكم وفضيلة الأستاذ الشيخ حبيب الكاظمي، وأكرر ترحيبي بفضيلة الشيخ الكاظمي وتبريكي لكم بأيام شهر رمضان المبارك. شيخنا الفاضل، وأما أنا لا أحب أن أقول بأنها أسئلة، لكنه تخطر هذه الأشياء في الذهن لعله عندي وعند غيري. أشار الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى موت القلب، وجعل من أسباب هذا الموت عظيم الجناية. فكيف يموت القلب بالجناية وكيف يحيا بعكسه؟ في الواقع الإمام عليه السلام يذكر يعني رافد أو سبب من أسباب موت القلب وهو عظيم الجناية. طبعا رب العالمين يغفر للمم، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، هكذا هذه القاعدة المعروفة. واتفاقا شهر رمضان المبارك باعتبار حرمة هذا الشهر، من الممكن أن تكون بعض الذنوب التي تغتفر في غير شهر رمضان رب العالمين لا يغفرها لحرمة هذا الشهر، كمن هتك ارتكب بعض المعاصي في حال الطواف مثلا، إنسان يمشي في الطواف وينظر للنساء مثلا نظرة محرمة، أنت في ضيافة الله. الإنسان لما يكون في ضيافة الملك وتبدر منه بادرة فيها سوء أدب، السلطان ينتقم منه. قبل يعني هذه الجلسة المباركة ذكرت أن نربط مناجاة التائبين بالشباب. شبابنا هذه اليوم حقيقة محاصر، بل يعني محارب بكل وسائل الإعلام والتواصل والشارع والجامعة. ما دام الكلام في التوبة، أقول هذه شهر المصافات مع رب العالمين. هناك كلمة أقولها الليلة إن شاء الله تبعث الأمل. إنسان عليه جناية، قتل أصلا، قتل إنسان، قتل شابا، إذا كان صاحب البيت صاحب ولي الدم دعاه إلى منزله، دعاه مع جمع، إذا ذهب إلى بيته يقول أريد أن أقتص منك أنك قتلت ولدي، يقولون له هذا جاء برجليه إلى ضيافتك وأنت إنسان كريم، أعف عنه عن سيئته. هكذا الإنسان في شهر رمضان المبارك باعتبار شهر الضيافة، حقيقة رب العالمين بناؤه على المسامحة وعلى المغفرة، يعني يهب مغفرته لمن يشاء. فلا تيأس من روح الله عز وجل، ولكن بشرط العزم على عدم العود. البعض في شهر رمضان يكون نعم العبد نعم الإنسان، صائم نهاره قائم ليله، أو ينام نهاره ليله أو نهاره، يمضي الوقت من دون معصية، ولكن بعد شهر رمضان يعود إلى ما كان عليه. حقيقة إذا أحدنا عزم على عدم العود على المعصية، هذه الضيافة الإلهية كافية. وأنا أقول كلمة أيضا إن شاء الله في أول ليلة يبقى في البال، في شهر رمضان المبارك في أول الليالي ونحن في أول ليلة، أول ليلة ثاني ليلة، خذ جائزة العتق من النار، خذ الرزق، خذ جائزة الغفران، لما حتى تتفرغ لاحقا لجائزة الرضوان. إنسان يخرج من الشهر بالمغفرة فقط أو لا، بالقرب المميز بالرضوان، ليالي القدر، ليالي القرب، ليالي. إذن هذه الليالي الأولى بمناجاة التائبين نعمل مناجاة لاستدرار الدمعة، دعاء أبي حمزة الثمالي، مناجاة باقي المناجيات في هذا المجال، حقيقة أسألك الأمان إلى آخره. هذه الليالي ليالي المصافات مع رب العالمين، ولكن أيضا بشرط آخر، الذنوب المخلوقية لا ترتفع بالاستغفار. من عليه دين، من عليه رد مظالم، من عليه هتك حرمة أحد، عندنا دقيقة. نعم أقول بأنه مع رب العالمين ومع المخلوق ابدأ الشهر بداية طيبة، اتصل بذويك بالأرحام، استحل منهم، وادخل الشهر بنظافة بنقاء حتى تتلقى الرحمة الإلهية الغامرة. ونحن نعد الإخوان في ختام الحلقة
ما سمعوا الأخوة بوجود برنامج مباشر في الصحن الرضوي، كثيرون سألوا الدعاء. نقول نحن إن شاء الله نعاهدكم بعد الحلقة مباشرة، نذهب لزيارة المولى ونطلب منه أن يشفع لنا عند الله جميعا إن شاء الله. شيخ الفاضل، في الواقع كما تفضلتم شهر التوبة وشهر الاستغفار، الله سبحانه وتعالى فرص يعطي للعبد، يعني شهر كامل 30 يوم أفضل الشهور وأفضل الأيام وأفضل الساعات أو أفضل الليالي وأفضل الساعات. في الواقع يعني الله سبحانه وتعالى يعطي فرص للعبد للاستغفار والتوبة، فإن شاء الله كلنا إن شاء الله نستثمر هذه الفرصة في هذه الليالي العظيمة للاستغفار والتوبة من كل ذنب، سواء كان صغيرا أو كبيرا كما تفضلتم في بداية البرنامج. شيخنا الفاضل، للأسف الحديث ذو شجون وطويل ويحتاج إلى وقت أكثر، لكنه البرنامج مقيد بوقت معين، لذا أشكر فضيلتكم على هذه الكلمة الطيبة وحضوركم القيم في هذا البرنامج. إن شاء الله موفقين ومؤيدين، ولنا لقاء معكم في الليالي الأخرى إن شاء الله، يبقين الله من الأحياء لنكمل شهر رمضان المبارك إن شاء الله. مشاهدين الأفاضل، أولا أذكر من يحب أن يرسل رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة بإمكانه الاستفادة من النقال الموجود في أسفل الشاشة، وفيه أيضا واتساب بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة عن طريقه، ونحن إن شاء الله نقرأها في هذا البرنامج. مشاهدين الأفاضل، نسأل الله لكم التوفيق والسلامة والسؤدد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بل بكل يوم وليلة إلى آخر العمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسك الختام وخير ظل وارف، شهر الهدى فيه المعارف تحتفي، طاب اللقاء لكل أواب وافي، يا أجمل الأيام.